رحيم. موضوع عن كيفية حساب الـ PCV أو الـ HCT بالنسبة لأجهزة الـ Automatic Hematological Analyzer. ممكن احنا تيجي في أذهاننا ازاي بيتم عملية القياس؟ طبعا احنا عارفين ان قياس الباكد سيل فوليوم او الهيماتوكريت بيتم يدوي عن طريق استخدام المايكرو كابيلاري تيوب، ودي بتبقى عبارة عن انابيب قطرها صغير جدا. بستخدم هذه الانابيب عن طريق ان انا بتملأ بالدم، ثم بتسد احد اطراف هذه الانبوبة بالصلصال، وبيتم فصل المكون الخلوي عن البلازما عن طريق استخدام المايكرو هيماتوكريت، وبعد كده بيتم حساب نسبة المكون الخلوي عن طريق المسطرة او الريدر. بعتبر ان الحد الاعلى للبلازما هو 100%، والحد الادنى للمكون الخلوي هو صفر، وبعد كده باستخدام الريدر بقدر احدد الجزء الحد الفاصل ما بين المكون الخلوي اللي هو بيشمل على الار بي سيز والبلازما اللي بيكون في الجزء ده الوايت بلاد سيلز، لانه بيكون جزء بسيط مع البلاتليتس، لكن معظم هذا المكون الخلوي بيكون عبارة عن ار بي سيز. مثلا كان هنا بيكون 30%، 31%، وات ايفر، يبقى ده هو نسبة المكون الخلوي أو الباكد سيل فوليوم أو الهيماتوكريت. ده الطريقة اليدوية. طب الجهاز ازاي بيقيس بياخد بعد ما بيسحب عينة من أنبوب الاختبار؟ كيف يتم القياس؟ يتم القياس عن طريق حاجتين مهمين جدا: قياس الـ RBCs count وقياس الـ MCV. الام سي في دي اللي هو مين كورباسكولار فوليوم، ده متوسط حجم الخليه، ده متوسط حجم الخليه، وده بيكون بالفيمتو ليتر. دي وحده قياس دقيقه جدا بالنسبه لحجم الخليه، بالفيمتو ليتر ده الفوليوم او حجم الخليه. اما الار بي سيز فده كاونت بيبقى عدد ب 10 اس 6 يعني في مليون. كيف يتم الحساب؟ عن طريق ضرب عدد كرات الدم في متوسط الخلية وبيقسم على 10، وبيكون حاصل هذه العملية الحسابية هو ال HCT. إذا العوامل اللي بتأثر على ال HCT أو باكت سيل فوليوم بالنسبة للأجهزة هي ال MCV وال RBCs. لو في أي خطأ حصل في تحديد حجم الخلية، وده اللي بيتم غالبا بالليزر تكنولوجي أو الإمبيدنس تكنولوجي أو ال RBCs، فبيعمل نسبة ايرور في ال HCT. لو حصل إن ال RBCs اتقرا صح وحصل خلل في ال MCV، بيعمل ارتفاع او انخفاض في ال HST. ده باختصار كيفية عمل اجهزة الـ الـ او كيفية قياس ال HCT بالنسبة لاجهزة الاوتوماتيك هيماتولوجيكال انالايزر. شكرا لحسن الاستماع.